imamadi, 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 where are you, our imam, where are you, our saviour, where are you, our imam, where are you, our saviour? إمام إن السؤال عن هوية الإمام المهدي موضوع ساعة إنه سؤال يتحدى المجتمع المسلم في هذه الأوقات العصبية في آخر الزمن من هو؟ كيف نتعرف عليه؟ وعلى أي أدلة يجب أن نبني أنفسنا لنقول على وجه اليقين أن كذا وكذا الفرد هو الإمام المهدي؟ في أقصى غرب الخارة الإفريقية، في بلد يدعى السنغال، تثير شخصية غامدة العديد من الأسئلة سيد محمد الشيخ واسمه ولا يترك أحد غير مبال لأن كلامه مميز يعتقد أتباعه اعتقادا راسقا أنه هو المهدي الذي طال انتظاره هل هو حقا هو المهدي المنتظر اذا كان كذلك فعلينا ان نجد فيه ادله يمكن ان تدعمنا في هذه الفرضيه بحثا عن ادله وادله سننظر اولا في مكان اقامه سيد محمد الشيخ لمعرفه ما اذا كان يتوافق مع الوصف الذي قدمته المخطوطات عن المدينة الصغيرة التي أسسها الإمام المهدي عندما نفحص بعض المخطوطات التي كتبها العلماء والمتصوفون والمهتمون بعلم الأمور الأخيرة للمسلمين نكتشف أن دلائل قد كشفت عن مدينة المهدي تخبرنا أدلة أن المدينة التي أسسها الإمام المهدي ستكون بلدة صغيرة أسسها، وستكون شبه جزيرة قريبة من المحيط الأطلسي، كما تكشف بعض المصادر أن علي بن أبي طالب قال: ان المهدي سيعيش بالقرب من مجرى ماء ونهر مدينه الشيخ المدينه المنوره التي اسسها سيد محمد الشيخ هل تلبي هذه المعايير هل يمكن ان تكون اوصاف مدينه المهدي مطابقه لمدينه الشيخ ردا على هذين السؤالين يمكننا القول ان مدينه الشيخ المنوره الصغيره التي اسسها سيد محمد الشيخ تتوافق تماما مع وصف مدينه الامام المهدي والواقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المكان الذي سيعيش فيه المهدي سيحيطه الماء وأن المهدي سيقيم في شبه جزيرة، وهذه إشارة النبي مشهورة في الكتب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن للمهدي مدينته التي يحيط بها الماء، لا شك أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن مدينة الشيخ يستجيب تمامًا، للأوصاف التي قدمها الرسول وبعض علماء المسلمين والمتصوفة مدينة الشيخ تقع في بلد يقع في أقصى غرب القارة الإفريقية إنها شبه جزيرة محاطة بالمياه بالقرب من المحيط الأطلسي ليست بعيدة عن مصب النهر السنغال حيث تنضم مياه النهر إلى مياه المحيط الأطلسي تبعد زاوية سيد محمد الشيخ أقل من خمسة أمتار عن النهر الذي يحيط بمدينة الشيخ صور الأقمار الصناعية تتحدث عن نفسها وسنتحدث عن نقطة أساسية فيما يلي ألا وهي هل المهدي عربي أم عجمي؟ إمام مهدي إمام مهدي إمام مهدي إمام مهدي Where are you our